السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم طريقه تاع التحضير حلوه تاع الجراره اللي هي اقتصاديه وسهله ولذيذه في نفس الوقت. وكنحتاجوا في المكونات 350 غرام تاع الدقيق، ملعقه كبيره تاع الزبده ذائبه، بيضه كامله، عندي هنايا جوج معالق كبار تاع النشا، ممكن تعوضوا النشا بمايزينا او حليب غبره، نصف كأس نتاع الحليب بارد، نصف كأس نتاع السكر سنيدة، عندي هنايا ملعقة كبيرة نتاع الخميرة نتاع الحلوى نتاع كيس نتاع 8 غرام، عندي هنا فانيل، وعندي هنايا رشة ملح. على بركة الله غادي نبدا. في الأول غادي ناخدو السكر سنيدة، وغادي نضيفو كيس نتاع السكر الفانيل، غادي نضيفو الحليب، غادي نضيفو بيضة، رشة ملح، وغادي نضيفو ملعقة كبيرة تاع الزبدة الذائبة. في الاول غادي نخلط المكونات السائله، من بعد غادي نضيفو مايزينا، او ممكن تعوضوه بالنشا او لا حليب بودره، وغادي نديرو الخميره تاع الحلوى ملعقه كبيره، بعد غادي نبقاو نضيفو الدقيق تدريجيا، نخلطوه، نضيفو الدفعة الثانية، ودابا غادي نستخدمو يدينا. غادي نضيفو الدقيق، راه الدقيق ممكن تزيدو ممكن تنقصو، دائما الدقيق كيبقى حسب نوعية الدقيق واش كيتشرب ولا لا. فمن بعد ما جمعنا العجينة ها هو القوام ديالو كيفاش كيكون، كيكون رطب ماشي قاسح بزاف رطب. غادي نقسموه على جوج، غادي ناخدو الاول ديرو في بلاستيك غذائي نحطوه على جنب ونخدمو بهذا، غادي نرشو شويه نتاع الدقيق غير شي شويه ماشي بزاف، وغادي ناخدو المدلك نبقاو نبسطو بيه، خاصو ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ، متوسط الحجم. غادي ناخذ الجراره اللي هي خاصه بتاع الشباكيه، غادي نقطعو الطروفه بهذا الشكل، ممكن ديرو الحجم الكبير او الصغير اللي بغيتو. الشريطه من بعد نقسموه، ممكن على ثلاثة، غادي نقسموه على ثلاثة أحسن هذا الشكل، هذا هو الحجم. وغادي نبقاو بنفس الطريقة حتى كنسالي كاع العجينة اللي عندنا. فمن بعد ما كملنا التقطاع ديالو غادي ناخدو مقلاة ونديرو فيها الزيت، ما خصهاش تكون سخونة بزاف وماشي باردة تاني بزاف، توسط الحرارة. بسم الله غادي نبداو الطريقة، غادي
الشكل. نبقاو نضيفو من الفوق ديالها الزيت بهذه الطريقة. من بعد غادي نقلبوها على الجهة الثانية. غادي نبقاو بهاد الطريقة حتى غادي نساليو كاع الأشرط اللي عندنا. فبعد ما كملتهم زينتهم بالسكر، كيجيو رائعين ولذاذين وسهلين. ممكن تقدموه في الكوتي. غادي نفتح معكم وحده ها كيفاش كيجي من الداخل، راه ما كيشربش نهائيا الزيت. والا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تضغطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتخليوا لي تعليق او اي استفسار او اي اقتراح، ونخليكم في امان الله في وصفه مقبله ان شاء الله.